من هو الله عز وجل خالق كل شيء؟ إن الله عز وجل إله أزلي لا بداية ولا نهاية له، هو الخالق الذي لم يخلق، كما أنه لم يولد ولا يلد كيانا يرث قوته، لأنه في الأصل لا أحد مثله. فهو خالق كل شيء، وهو أساس الحياة وخالقها، كما أنه من خلق الزمان والمكان، وهو لا يحتويه أي مكان ولا يحده الزمان، فهو المتحكم فيه. والله عز وجل هو الكامل الوحيد في هذا الوجود، فهو خالي من العيوب، ليس ذكرا وليس أنثى، وصفاته لا تشبه صفات مخلوقاته، كما أنه خالد لا يموت، وهو المراقب الذي لا ينام. مجرد التفكير في عظمته يذهل العقل ويحده، فهو الإله العظيم الذي ينعم ويعذب، وهو الأحكم والأعلم والممسك بسماوات السباع بين يديه، والذي لا يمر شيء